دكتور مصطفى الفقي صندوق مصر السياسي الأسود بيكشف عن 15 سر بيقلبوا الدنيا في مصر. عبد الناصر كان بيشرب خمرة، وصهر عبد الناصر تطوع للعمل مع إسرائيل. رأفت الهجان كان عميل مزدوج، وأم كلثوم والويسكي، وابن ليلى مراد السري من أحد الضباط الأحرار. تجنيد المخابرات المصرية للفنان العالمي عمر الشريف، ودور مصر في انقلاب قطر، وغيرهم كتير قوي من الأسرار والوثائق السرية. تعالوا نفهم الموضوع مع بعض واحدة واحدة. أهلا بيكم في الحكاية بالمصري. تم استضافة الدكتور مصطفى الفقي السكرتير مبارك للمعلومات وأحد رجال مصر الدبلوماسيين عبر التاريخ المصري في برنامج الصندوق الأسود، وقال اللي هنسمعه دلوقتي. رقم واحد، عبد الناصر كان بيشرب درينك. بيقول ان السادات كان عنده فيلا على طريق الهرم، وكان عبد الناصر بيروح عنده عشان يهرب من الضغوط، وان السيدة جيهان السادات كانت بتقدم الجبنة البيضاء اللي بيحبها عبد الناصر، كانت بتقدمها له مع شوية مشروب درينك يعني. رقم 2، صهر جمال عبد الناصر اشرف مروان راح للسفارة الاسرائيلية وسلم بياناته ليهم وطلب العمل معاهم بنفسه، والموساد اطلق عليه لقب العريس عشان كان صيد ثمين جدا، وان الاسرائيليين اعتبروه بطل عشان هو بقي جاسوس. لكن في مصر نسبة قليلة جدا من المسؤولين الرسميين بيعتبروه بطل للحفاظ على ماء الوجه، لكن في الحقيقة هو كان جاسوس اسرائيلي على مصر. رقم 3، رأفت الهجان. بيقول الدكتور مصطفى الفقي احنا ما سمعناش عنه غير لما المسلسل بتاعه اتذاع، لكن من وجهة نظري ان اسرائيل كانت تعرف مين هو رأفت الهجان، وكمان كانت بتسرب اليه ما تريد اسرائيل ان تعرفه مصر، والعكس صحيح، فهو لم يكن الا قناة اتصال بين مصر واسرائيل. التصريح الثالث، ابن ليلى مراد السري بيقول ان احد الضباط الاحرار كان على علاقة بالفنانة ليلى مراد وخلف منها طفل في السر، ولما عبد الناصر عرف طلب الضابط ده وقال له يا تتجوزها او تنهي العلاقة دي، فالضابط قرر ان هو ينهي العلاقة دي. الضابط ده هو وجيه اباظة. ام كلثوم والويسكي، بيقول الدكتور مصطفى الفقي ان ام كلثوم قبل كده سألتني عن سعر السجاير والويسكي في لندن ارخص ولا على الطيارة. رقم 5، تجنيد الفنانين. الطلب من عمر الشريف بالامر انه يصاحب بنت كان اسمها نضال الاشقر عشان كان معروف بوسامته وان هو يقدر يوقع البنت دي في حبه، عشان المخابرات كانت محتاجة توصل لعنوان والدها في لبنان، وعمر الشريف هو بينفذ العملية البنت دي صعبت عليه وصعب عليه انه هو يلعب بمشاعرها، وهنا قرر يعترف للبنت دي وينبهها ان هو مدفوع من المخابرات عليها عشان البنت دي تنهي العلاقة من ناحيتها. تجنيد سعاد حسني، بيقول الدكتور مصطفى الفقي ان الطلب من ضابط وسيم جدا في المخابرات المصرية ان هو يصاحب سعاد حسني ويصورها وهم مع بعض، وبعدين الضابط ده فرج سعاد حسني على الفيديو وهم مع بعض، وهنا فضلت سعاد حسني تبكي وتعيط وتقول له استر عليا ليه كده، قال لها عشان كنا عايزينك تقابلي المشير عبد الحكيم عامر، قالت له من غير اي حاجة كنت اطلبه مني وكنت هاجي، هو حد يقدر يرفض لكم طلب؟ التصريح رقم 6، انقلاب قطر. بيقول الدكتور مصطفى الفقي ان هو تم اتهام مصر في محاولة انقلاب قطر في سنة 1995 بعد ان انقلب الامير حمد على الحاكم الشيخ خليفة، وكانت مصر وكتير قوي من الدول العربية بتميل للشيخ خليفة الاب. التعذيب في السجون ايام عبد الناصر، بيقول الدكتور مصطفى الفقي ان شمس بدران كان المسؤول الاول عن التعذيب في السجون عبد الناصر، واللي كان يقود نظام غير ديمقراطي، وبيحكي عن اكتر شخص عذب المصريين كان البسيوني، وده كان قائد السجن الحربي، وان هو كان بيعذب الناس بطريقة بشعة جدا. يا حكومة يا ناس تعالوا بتاع الاوتوبيس يا اخوانا، انا كلب يا رب زبيب هايل، لدرجة ان واحد في مرة قال له اتق الله، رد عليه قال له الله اللي انت بتتكلم عليه ده انا بعذبه في الأوضة اللي جنبك. تخيلوا بقى ان بسيوني لما مات، مات موتة بشعة جدا، كان سائل عربية على الطريق السريع وكان قدامه عربية محملة بالحديد، كل الحديد اللي في العربية اللي قدامه نزل على عربية البسيوني هو وسايق، والحديد اخترق العربية واخترق جسمه. ما كانش عندهم حل غير ان هم يقطعوا سياخ الحديد، وكمان ممكن يفصلوا اجزاء من جسم البسيوني واتدفن بعد لما تحدى ربنا سبحانه وتعالى. وقال كمان دكتور مصطفى الفقي ان لو عبد الناصر كان يعلم التعذيب في السجون فتلك مصيبة، وان كان لا يعلم فالمصيبة اكبره. التصريح الثاني، جيهان السادات
أرادت التخلص من حسني مبارك، لأن مبارك ما كانش بيعرف يجامل ودايما صريح، وفعلا اقتنع السادات بكلام جيهان السادات، وبكده اتجهوا إلى بديل حسني مبارك، وكان هو منصور حسن، شخص مدني ومرن وبيقبل الوسائط، وفوق ده كله بيعرف يجامل. التصريح رقم 3، مقبرة جماعية في عهد عبد الناصر. بيقول الدكتور مصطفى الفقي: لما كنت السكرتير مبارك اتصل بي الدكتور عبد الأحد جمال الدين رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وقال لي: يا دكتور مصطفى، وهما بيحفروا عشان يبنوا الصالة المغطاة في العباسية، تم العثور على مقبرة جماعية، وده كان مكان السجن الحربي، وان هو كان بيتم التعذيب والقتل والدفن على طول. رقم 5، الشارع المصري لم يتفاعل مع اغتيال السادات. وبيقول الدكتور مصطفى الفقي ان ده كان عشان الشعب المصري كان ضد اتفاقية كامب ديفيد والتطبيع او السلام حتى مع اسرائيل. التصريح رقم 6، المدلك الشخصي للسادات كان جاسوس اسرائيلي، وده بقى احنا عاملين له فيديو كامل بيحكي القصة دي. الطبيب والمدلك الشخصي للرئيس انور السادات كان جاسوس اسرائيلي، وكان بينقل كل حاجة في قصر الرئاسة الى الموساد الاسرائيلي، وطوال 7 سنين كان الرئيس انور السادات تحت ايدين الموساد، لو كانوا عايزين يخلصوا منه في اي وقت كانوا عملوا كده. عشان نعرف التصريح رقم 6 اكتر هسيب لكم لينك الفيديو تحت لازم تتفرجوا عليه. وده كان الجزء الثاني والاخير من اسرار دكتور مصطفى الفقي اللي كشفها في برنامج الصندوق الاسود. لو انت كملت معايا الفيديو لغايه هنا بفكرك باللايك والشير وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد من قناه احمد ربيع، وتابع الحكايه بالمصري عشان هتلاقينا بنتكلم في موضوعات غريبه جدا في السياسه وفي التاريخ وفي كل ما هو غريب وشيق وممتع. كان معكم احمد ربيع، وانتظرونا في فيديو جديد. السلام عليكم.